مرحبا. ضربت موجة نادرة من الثلوج والأمطار والعواصف والجليد جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإغلاق المدارس وإلغاء حوالي 2800 رحلة جوية وتأجيل مئات الرحلات. وقالت هيئة الأرصاد الأمريكية أن درجات الحرارة انخفضت إلى 30 درجة تحت الصفر وامتدت العاصفة إلى شمال فلوريدا. بالعودة لطقسنا أجواء شتوية متقلبة بين غيم وهواء وشمس عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الجو غائم جزئيا، حراره معتدله، الهواء متوسط السرعه، رطوبه منخفضه نسبيا، البحر مائج شوي وحراره 118 درجه. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره وانخفاض نسبه الرطوبه، ومجموع المتساقطات من ايلول الى حد اليوم عم بسجل 240، السنة الماضية 701 والمعدل عام 493. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12 درجة، على المرتفعات 7، بالبقع 4، وبالأرز درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 8 بالقبيات، 20 بطرابلس، جبال 19 درجة، برمينة 17، بيروت 21، بيت الدين 19 درجة، سور 19، بنت جبال 16 درجة، نبطية 15، برمينة 17، وزحلة 15. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين منشوف سوا. اليوم بين 11 و21، السبت بتتراوح درجات الحرارة بين 12 و22، والأحد بين 11 و21 درجة. ومنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 17، دمشق 16، الرياض 22، مننتقل إلى الرباط 13، الجزائر 14، ومننهي مشوارنا بباريس 7 وبرلين درجتين. وهيدا كان كل شيء. باي.